السيدات والسادة، طبتم وطاب الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من الفضائية الشادية من إنجمينا، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية من عاصمة إنجمينا. ضمن سلسلة الزيارات التفقدية التي يقوم بها وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد نظيف يوسف للمرافق التابعة لوزارته، فقد قام الوزير بزيارة تفقدية إلى المعهد البحوث من أجل تنمية الثروة الحيوانية الذي الكائن بالدائرة الأولى، بهدف معرفة سير العمل بالمعهد. تقرير أدم حنفي فاضل. هكذا يصل وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف إلى معهد البحوث من أجل تنمية الثروة الحيوانية إراد، وذلك بهدف الوقوف والتعرف على كيفية سير العمل في هذا المعهد، حيث دخل الوزير في كل من الغرف المعنية بصناعة وصيانة الأدوية المصنوعة محليا من الخبراء البيطريين التشاديين الذين يعملون في قلب ركيزة هذا المعهد الذي يعتبر مرجعا للبحوث ومعرفة علاجات الآفات من أجل حماية وتنمية الثروة الحيوانية. كما دخل الوزير أيضا في كل من غرف التحفيظ التي تمتاز بجو بارد بنسبة درجة 7 تحت الصفر وأخرى 4 تحت الصفر. وزير الثروة الحيوانية محمد النظيف يوسف قد أشار في حديثه شاكرا كل الطاقم العامل في هذا المعهد، وأضاف أن هذا المعهد سيكون مرجعا لكل الباحثين في مجال تنمية الثروة الحيوانية في إفريقيا. إراد معهد أسسه قبل من سنة 58، وكان بخدم تشاد والمناطق الإفريقية الأخرى، وتقريبا إراد المؤسسة الوحيدة في تشاد قد تسوي أدوية، تسوي لقاحات للتطعيم لبعض الأمراض، والباحثين وإن شاء الله يقبل له زمان تاريخ حقه في أنسو ريجونال. دول إفريقيا كلها بتشيل أدوية من تشاد يقبل من جديد. من جانب آخر، قد شكر مدير المعهد الدكتور آدم جوجة الوفد الزائر الذي يترأسه الوزير نفسه، كما طلب من الوزير أيضا بتزويد المستلزمات الأساسية لتسيير العمل من أجل بقية النجاح في هذا المعهد. وفي هذه الأثناء أوعده الوزير بالاهتمام من أجل تحقيق تلك المطالب. ويذكر أن هذا المعهد به الكثير من الأعشاب والبذور التي تسهم في تنمية الثروة الحيوانية محفوظة منذ عدة قرون.